متغايرة ونقاشات من قبل لجنة التحكيم، لكن بالتالي توصلوا إلى قرار وأكيد اتخذوا رأي واحد يخص المتسابقات واللي يستحقون يتأهلون للتوب 8. بيقومان دواي قفتوغوي كي قرمين داماني لجنة دواي چن خلقه قيشنا أو برياري كناوي أو هج بشدار بوا بنيرن بوهما أواني كالقل ما دمينناو استا منو حسنا حاليا راح نعلن عن أسماء المتسابقات واللي تأهلوا للتوب 8. أول متسابقة يلي تأهلت للتوب 8 واللي تمثل قرميان، ألف مبارك بيروزا لكانديدي قرميان يكان كاتواني وكو باشترين هەشت کاندید لە ڕەورەسمی شاجوانی 2021 عێراق بمێنێتەوە و پیرۆزە. دووەمین کاندید کە لەگەڵ ئێمە دەمێنێتەوە و لە ڕێوەڕسمی شاجوانی 2021 عێراق بەردەوام دەبێت بە چەپڵەیەکی زۆر گەرمیەوە، شاجوانی ئەنبار. ألف مبارك للمتسابقة واللي تمثل الأنبار واللي راح تتأهل، أحسها ما مصدقة. ألف مبارك. راح تتأهل ويانا للتوب 8 واللي تمثل صلاح الدين. ألف مبارك. هەوو کاندیدەی کە لەگەڵ ئێمە دەمێنێت
ویانە لە تۆپ 8 ڕێو ڕەسمی شاجوانی 2021 عێراق بەردەوام دەبێت بەڵام دوای ناوبڕێکی کورد إذا نعم مشاهدينا الكرام